23 شوطا خاصة باللقاية، وينطلق الشوط الثاني عشر وسالم بن علي الحمسي متواصلا بالتعليق على هذا الشوط المنطلق. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، ينطلق شوط جديد من اشواط هذا اليوم مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، شوطنا الثاني عشر والخاص ايضا بالقعدان اللقاية ينطلق، والسيارة المرصودة للفائز بالمركز الاول والجوائز النقدية المجزية من المركز الثاني وحتى المركز العاشر. على البركة مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، ننطلق مع هذا الشوط ونسير الى الصدارة الاولى والى المركز الاول. شاهين مسعود بن مهير بالصايغ المزروعي من ياتي على المركز الاول والمقدمة الاولى، بينما المركز الثاني الوصول على ثاني المراكز من خلال تواجد سلهود محمد بن جعفر بن مرخان يتواجد على ثاني المراكز، والمركز الثالث ياتي هناك اللي هو خوف عبد الله بن احمد بن محمد بن فهد الخاطر اللي وصل في هذه اللحظات، والدخول من الجانب الاخر وصل هناك المفدع ناصر بن سعيد بن علي الشيب اللي وصل في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس القادم في هذه اللحظات اللي هو الشاطر حمدان بن غانم الفلاحي يتواجد ليقدم هذا الاسم، وينطلق ايضا على المركز الخامس ياتي في هذه الانطلاقة. هذه هي الخمس المراكز الاولى مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، 81 قعود مشارك في هذا الشوط، ولكن من يحمل هذا الرقم 81 يتواجد في الصدارة الاولى مسعود بن مهير بن الصايغ المزروعي ياتي على المركز الاول والصدارة الاولى، بينما المركز الثاني المفدع ياتي على ثاني المراكز ناصر بن سعيد بن علي الشيبة ياتي على المركز الثاني، وهنا ياتي في المركز الثالث سلهود لمحمد بن جعفر بن مرخان يتواجد على المركز الثالث، المركز الرابع الشاطر لحمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي، انتقل مباشرة إلى المركز الخامس خوف عبد الله بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر اللي يتواجد على المركز الخامس. هذه هي نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء متابعي قناة البدع الفضائية الناقلة لرياضتنا العربية الأصيلة. يا سلام على هذا الانطلاق القوي والتحدي المثير، الصدارة الأولى والمركز الأول مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، شاهين ليا مسعود بن مهير بصايغ المزروعي، ولكن الشاطر قادم بشعار حمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي أحد الشعارات العملاقة والخطيرة المنطلقة والقادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، هنا ياتي هنا بقيادة عامر بن الغفيق الوهيبي، ولكن المركز الثالث وصل سلهود لمحمد بن جعفر بن مرخان يتواجد على المركز الثالث، المركز الرابع القادم من الجانب الاخر الباز لعلي بن محمد بن علي الشعري المنصوري وصل في هذه اللحظات، ولكن الدخول الله 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 الله، شوفوا اللي قادم اللي وصل في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء الوضيحي حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، وصل هنا ابو حمدان ليقدم هذه الانطلاقه الرائعه والجميله من خلال تدخل الوضيحي، ما شاء الله شوفوا هذه الاعداد كبيرة والشعارات الخطيرة في هذا الشوط، غير الشاطر على الصدارة الأولى، الشاطر على المركز الأول، حمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي يتواجد بالمركز الأول، الوضيحي ياتي على المركز الثاني، حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، المركز الثالث سلهود لمحمد بن جعفر بن مرخان، المركز الرابع القادم من الجانب الاخر اللي وصل الباز علي بن محمد بن علي المنصوري، والمركز الخامس اول لدى مشاهدين الاعزاء على خامس المراكز اللي وصل في هذه اللحظات، القدوم الرائع من الطاير دغاش بن صقر بن محمد العامري. هذه هي النتيجة، هذه هي النتيجة خماسية الماسية، ما شاء الله هنا الشاطر على الصدارة، الشاطر على المركز الاول حمدان بن غانم بن حمدان
الفلاحي وصل ايضا على الصدارة الاولى وعاد مرة اخرى مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام في المركز الثاني اللي عاد ايضا شاهين مسعود بن مهي البصاير المزروعي وصل الوضيحي حمد بن راشد بن حمد بن غدير الديو المركز الرابع من الجانب الاخر تدخلات من سلهود محمد بن جعفر بن مرخان وصل في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء مبلش لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي ممثل السلطنة الدايم وصل في هذه اللحظات تدخل الى المجموعة الامامية ولكن شاهين مسعود بن مهير بصاير المزروع اللي غير الصدارة لمن ناموس هذا الشوط اغلى نواميس هذا المهرجان تتواجد في هذا المهرجان ولكن بصاير ممثل اهالي سويحان يتواجد في الصدارة الاولى في المركز الاول مبلش شعار ابو محمد وصل حمد بن محمد بن سالم الوهيبي الوضيحي تدخل هنا الوضيحي وصل حمد بن راشد بن حمد بن غدير سلهوت من الجانب الاخر محمد بن جعفر بن مرخان والوصول لهذه اللحظات اول نداء للشقب لحمد بن طالب بن علي اليربوعي المري هذه هي النتيجه 1200 يا الوضيحي غير الى الصدارة الاولى الوضيحي الى المركز الاول هنا ايضا حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي الجانب الاخر سلهوت محمد بن جعفر بن مرخان والمركز الثالث مبلش حمد بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الرابع القادم دخلنا الكيلومتر الاخير الله 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 القادم في هذه اللحظات اول نداء ايضا لمهلي راشد بن سعيد بن سالم بن محمد الشمطي الاكتبي وهنا الوصول ايضا من القادم الحنيش حمد بن سالم بن هادي الفهيد المري الوضيحي ومبلش والوضيحي الله 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 يا هذا الشوط يا هذا التنافس القوي التحدي المثير ما بين الوضيحي غير مبلش حمد بن محمد بن سالم الوهيبي هو اللي في الصداره الوضيحي عاد مره اخرى حمد بن راشد بن غدير الاكتبي والمركز الثالث الوصول في هذه اللحظات من خلال تواجد مبلش والوصول بالمركز الثالث هناك مشاهدينا الاعزاء هناك ثالث المراكز اعود الى ايضا القادم هنا وصل اللي هو غازي خالد بن حمد بن راشد النعيمي وصل غازي عاد مبلش الى الصدارة الاولى الى المركز الاول الله 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 ايضا مبلش هناك الوضيحي هناك غازي خط النهاية لمن الفوز لمن الانتصار اهالي منجم السبك او اهالي ايضا مرغم يا سلام المئة متر الأخيرة الأمتار المجنونة الله 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 بوابة الناموس مرغم حمد بن راشد بن غدير الاكتبي غير في الأمتار الأخيرة ليعلن مع الوضيحي بأن الوضيحي واضح في هذا الشوط تهانينا والناموس لحمد بن راشد بن غدير على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني كان هناك مبلش حمد بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثالث من وصل هناك غازي خالد بن حمد بن راشد النعيمي المركز الرابع من كان في رابع المراكز مشاهدين الاعزاء متابعينا الكرام وصول رائع جميل نجومية من خلال ايضا هذه الاسماء القوية كان رابعا اشقر لمحمد بن شطيط بن حمد بن شلبوت الخيلي والمركز الخامس حامل الرقم 76 اللي هو مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام كان نجد لسعيد بن سيف الجزيعي الاكتبي 7:44.91 كان هناك الوضيحي حمد بن راهي بن غدير الاكتبي تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني هنا وصل مبلش 7:45 ايضا ثانية وتسعة جزاء من الثانية تهانينا لحمد بن محمد بن سالم بن سالم الوهيبي بينما هناك المركز الثالث كان غازي ب 7:45.38 من الثانية تهانينا والناموس لمالك غازي ما فاجأنا في الامتار الاخيرة خالد بن حمد بن راهد النعيمي تهانينا والناموس هكذا كان هذا الشوط مشاهدين الاعزاء فذهب ايضا الى مالكي